أريد أن أنبه على شيء. عندما أتكلم في أمثال هذه الأخلاق المذمومة فليس معنى ذلك أني بريء منها، وعندما أتكلم عن الأخلاق المحمودة فليس معنى ذلك أني حصلتها. فلماذا أتكلم إذن؟ نصيحة للمسلمين وبنية أن يجنبني الله تبارك وتعالى بنيتي في إفادة إخواني من المسلمين في التحذير من الأخلاق المذمومة والترغيب في الأخلاق المحمودة، أن يفيدني الله تبارك وتعالى ويمن علي بهذه النية أن يجنبني الخلق الذميم وأن يمن علي بالخلق الحميد لا أكثر. أما أن أقول لك ما حصلته من الأخلاق الحميدة أو ما اجتنبته من الأخلاق الذميمة فهذا أبعد ما يكون عن خاطري، ولكن نصيحة لي ولك، وأنا أول من يسمع كلامي فأذناي أقرب الآذان إلى فمي، فأنا أول من يسمع نفسه، فعسى أن ينفعني الله بما أسمع.